بخصوص الملف الفضيحة متاع سمير بالطيب، أدعو رئيس الجمهورية ولو جزئيا أنا مأيس منه بالكف عن توظيف القضاء بالترهيب والدعوة إلى تغييره، على خاطر اللي قاعد يعمل فيه سيادته هو يشكل تقريبا تدخل في سير القضاء، وسير القضاء يعني الدستور الفصل 109 وباقي نشك أكثر لو كان يحترم في الدستور ولا ما يعترف به. بالنسبة للقضاة، والبارح عملنا ملتقى وهذاك في إطاره خرجنا البيان نتاع التنديد والمساندة لسمير بالطيب، وفينا برشا قضاة حاضرين إداريين وعاديين، والقضاة ندعو القضاة إلى تذكيرهم بأن الإيقاف هو الاستثناء والمبدأ هو الحرية، وما نقلبوش قرينة البراءة إلى قرينة إدانة، وهذا اللي يحصل. وزد على ذلك حتى ملف فيه برشا ولات الإيقافات بالكركرة بالبرشا. توا كما سمير بالطيب ملف من عام 14 قبل ما يولي وزير يتعلق بسبقة عمومية، هزيت الوثائق الكل وبحث أعطيني شنو المصلحة، ولا مصلحة التحقيق ولا القضاء ولا المال العام، نقعد ونصبر على سمير بالطيب هو وجماعة اللي معاه، خليه ويقعد ياخذ حقه والقضاء ياخذ مجراه. أما علاش الإيقافات؟ علاش الإيقافات؟ راهو 2 على 3 في السجون، هما هي تقريبا 26,000، 2 على 3 راهم في الإيقافات، راهم مش محكوم عليهم، والحملة التطهيرية متاع سيادته يظل باش نوصل 3/4 من الإيقافات. وخايفين توا شنو هذا بخلاف الإيقافات التعسفي هذايا والكركارة، توا قاعدين بدينا ندخلوا بداها دشن هذايا رئيس الأول المحكمة الإدارية، بدينا في قضاء السلطان والخطر القادم، وبدينا نشموا في بوادر متاع فاشية زاحفة، ولا سيما أن من العار أن من كان متخبي ومش نقولش متواطى مع النظام هو متنعم بالخيرات. وسمير بالطيب وقت الجمر مناضل في الجامعة، ومن بعد وقت اللي حتى الثورة مناضل نلقاوه في الحبس، غير عادي غير عادي. وفيقوا يا شعب فيقوا، عملتوا العار